فلسطين عموما وغزة. السيد رئيس مجلس الشورى الوطني منكم ويعلن الصابرون الموت من قبل. قال خالقنا ورزقنا لم يشاء. معكم اليوم بمداخلة. إذا ما أردنا ربط واقع الاقتصاد الجزائري من خلال المعيقات والرهانات والبدائل بما يعيشه الاقتصاد العالمي، فإننا نقول أن الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى الآن تغيب فيه رؤية اقتصادية واحدة، رؤية اقتصادية مستدامة، رؤية اقتصادية مبنية على تثمين الثروات الموجودة في هذه البلاد. إن وجود بيئة أعمال غير جاذبة بل بيئة أعمال طاردة للاستثمار بسبب سياسة التقييد وسياسة التحكم الزائد والبيروقراطية وقلة الشفافية وانتشار الفساد ساهمت في بقاء الاقتصاد الجزائري في المستوى المتردد والمستوى المرتبك والمستوى الذي لا يمكنه أن يعطي ذلك الاطمئنان الاقتصادي سواء للشعب أو للحكام أو للمسؤولين. ولعل العودة إلى تضخيم القطاع العمومي مع عدم أو مع ضعف الجدوى الإنتاجية سيشكل عبئاً آخر. لماذا؟ لأن من أهم الأعباء التي عاشها الاقتصاد الجزائري هو تضخم الاقتصاد العمومي أو المؤسسات العمومية العاملة والناشطة في القطاع الاقتصادي، لأن هذه المؤسسات كانت مرتعاً للفساد وكانت مرتعاً لسوء التسيير. الخزينة العمومية كانت تحاول أن توصل هذه المؤسسات إلى الاستقرار المالي وإلى إعادة تسيير هذه المؤسسات وإعادة بعثها، إلا أن ذلك فشل ولم يحقق لهذه المؤسسات الاستمرار والاستدامة. لما يكون عندي معلومة أو مؤشرات اقتصادية صحيحة أستطيع أن أقيم المراحل السابقة وأقف على الأخطاء وأصححها، ومن خلالها أيضا أستطيع أن أبني وأستشرف أستشرف أولا للمستقبل أتوقع، ومن خلال هذا الاستشراف أستطيع أن أبني برامج، وهو ما هو موجود في كثير من الدول، وربما هذا الشيء اللي ينقصنا في الجزائر. يعني يقول لك في كثير من البلدان حتى العربية والإسلامية يقول لك رؤية 2030 رؤية 2040، وهذا ما نسعى إليه أن يكون عندنا في الجزائر.